أنا الدكتور طارق ناصر، أنا استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم بالمنظار. بدأت حياتي الطبية أنا بالأردن، خريج توجيه الأردني، وفيما بعد درست في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وتخرجت منها في عام 2002. طبعاً كطبيب استشاري في الجراحة، أول شكر بشكره لعائلتي، لزوجتي وأبنائي اللي كانوا معي خلال سنوات التخصص، ومرينا يعني بفترات كانت صعبة. انتقلنا من مدن إلى مدن كثيرة، وانتقلنا من بلد إلى بلد، وهذا كله ما كان يعني سهل على عائلة وأطفال، فبشكرهم يعني شكراً جزيلاً على صبرهم، وعلى عائلتي بشكل عام، وعلى يعني الأساتذة اللي درسونا في الجامعات والأطباء الجراحة اللي تعلمنا معهم، اللي نذكرهم دائما لما نجري عمليات جراحية. بذكر دائما مين أول طبيب علمني هاي العملية وأشرف علي، فبشكرهم جزيل الشكر. وطبعا بشكر إدارة مستشفى العبدلي على يعني إيجاد مثل هذا الصرح الطبي اللي كان مغري وأتراكتف لكل الأطباء الأردنيين اللي تخصصوا في يعني دول غربية إنهم يرجعوا لهذا المنظومة الطبية. ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور طارق ناصر. بداية يسعد مساك. أهلا وسهلا، يسعد مساكم. كلك سوا. طبعا في البداية دكتور طارق، حضرتك استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون، وحضرتك حاليا صاحب عيادة بمستشفى العبدلي. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا وسهلا، أول إشي في عيادتي في عمان. أنا الدكتور طارق ناصر، أنا استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم بالمنظار. بدأت حياتي الطبية أنا بالأردن، خريج توجيه الأردني، وفيما بعد درست في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وتخرجت منها في عام 2002. بعد ذلك التحقت بالتدريب الجراحي في المملكة المتحدة في بريطانيا بين عام 2013 لعام 2000 2003 إلى 2013. خلالها تدربت على يعني أكملت تدريبي في الجراحة العامة، التدريب المبدئي والتدريب في التخصص في جراحة القولون والمستقيم. بعد تخرجي بكلية الجراحين الملكية البريطانية، حيث حصلت على العضوية والزمالة في جراحة القولون، انتقلت إلى المملكة العربية السعودية وعملت في القطاع الخاص كاستشاري في الجراحة العامة وجراحة القولون لمدة 7 سنوات. بعد ذلك رجعت، أو ما انتقلت، رجعت إلى الأردن إلى بلدي، وبدأت يعني ماي براكتس هون في الأردن في عام 2020. كانت بداية نوعا ما صعبة بسبب يعني جائحة الكورونا، ولكن الحمد لله يعني أقل من سنتين وأنا حاليا في مستشفى العبدلي، وأقدم يعني خدمات لأبناء البلد وأبناء اللي بيجوا عن طريق السياحة العلاجية من أبناء الوطن العربي والعالم يعني بشكل عام في مستشفى العبدلي. وأنا فخور جدا برجوعي يعني ويعني ممارسة الطب والجراحة في الأردن. بالتوفيق. بس تحكي لي أكثر، إيش هو سر نجاحك وتميزك كطبيب؟ والله يعني في الطب دائما أنا يعني بقول للأجيال الجديدة اللي بتخرجوا، أهم خطوات في حياة الطبيب هي ما بعد البكالوريوس، هي بداية التخصص. يعني إنه الواحد لا يؤخر إنه يتخصص بالفيلد أو التخصص الفرعي اللي بحبه في فترة مبكرة من حياته. إذا أجل هذا الموضوع ممكن يكون يعني تأخر في الوقت وما حصل يعني العلم اللي بده إياه في الفترة الصحيحة. فأنا دائما يعني أعتقد إنه سر النجاح إني يعني بسرعة يعني بعد ما أنهيت كلية الطب، بس عملت سنة الامتياز في الأردن، وخلال هاي السنة تقدمت للامتحانات في المملكة المتحدة وبدأت في تخصصي مباشرة بعد إنهاء سنة الامتياز. وكنت دائما يعني على تواصل مع زملائي من نفس البلد بإنه أكون من السباقين في تحصيل مثلا وظائف معينة أو كورسات تدريبية معينة، عشان الواحد يكون يعني
الكلاس اي دكتورز اللي بيكونوا في برنامج تدريبي معين. فدائما انه بعتقد يعني عامل مهم جدا للطبيب هو متى واين يبدا تخصصه. نعم، ما هي رؤيتك المستقبليه برايك الى اي مرحله يتطور عن القطاع الطبي بالاردن؟ القطاع الطبي بالاردن معروف يعني قديما وحديثا انه من القطاعات المتطوره في الاردن كبلد، وتتميز عن كثير من الدول المجاوره، ودليل على ذلك انها كانت وجهه للسياحه العلاجيه وما زالت وجهه للسياحه العلاجيه من كل انحاء العالم وخصوصا من العالم العربي. اتوقع دائما انه القطاع الطبي في الاردن يكون متميز بسبب تميز ابناء هذا القطاع من الاطباء اللي تخصصوا في مختلف انحاء العالم، منهم تخصص في امريكا او في بريطانيا أو أي دول أخرى، ومنهم من تخصص في الأردن نفسها وعمل دورات تدريبية. الطبيب الأردني هو طبيب مميز بصراحة. أنا عملت يعني 17 سنة من حياتي خارج الأردن، ودائما كنت في المقابلات الطبية كانت في بريطانيا أو في المملكة العربية السعودية. الطبيب الأردني مميز، معروف عنه يعني بأنه updated، علمه ممتاز، والبراكتس تاعته دائما تضبطها يعني العلم والإفكار evidence based medicine زي ما بنحكي. فالطبيب الأردني مميز، وإن شاء الله إنه نحافظ إحنا يعني في تعليمنا. هلأ صرنا في مرحلة من نعلم الأجيال القادمة إنه نضلنا متميزين ومثابرين في هاي المسيرة، عشان دائما الطبيب الأردني يكون له يعني مركز أو يحظى بمركز مميز بين الأطباء في العالم. نعم، بس تحكي لنا بالتحديد عن عملية استئصال القولون، كيف كانت زمان وكيف هلأ عم بتتم عن طريق المنظار؟ عملية استئصال القولون يعني بالسابق كانت عن طريق الجراحة المفتوحة، وهي يعني فتح البطن جراحيا بجرح كبير يعني يزيد طوله عن 20 سنتيمتر، وعملية طويلة كوقت، وفيها يعني وقت اللي يحتاجه المريض في المستشفى طويل لا يقل عن أسبوع إلى 10 أيام، وكان يعني يصاحب الكثير من الآلام واحتمال مضاعفات كثيرة يعني بعد العملية. حاليا تطور العلم يعني، ومن أكثر من 10 سنوات بدأت جراحة المنظار لاستئصال القولون. طبعا بدأت جراحة المنظار في تخصصات أخرى مثل عملية مثلا استئصال المرارة بالمنظار، وعمليات يجروها أطباء النسائية والولادة بالمنظار، ولكن جراحة القولون أجت فيما بعد. ولكن الأثر لهاي العملية واضح جدا الإيجابي على المريض. طبعا فالعملية يعني تأخذ تقريبا حاليا بعد ما تدربوا الجراحين على عمليات المنظار نفس وقت عملية الجراحة المفتوحة، فيها فقد دم أقل خلال العملية، فيها ألم أقل، ونسبة التهاب الجروح أقل طبعا، ومدة الإقامة في المستشفى للمريض تكون أقل بشكل واضح. فهاي كلها احنا بنسميها الانهانس ريكفري بروجرام، اللي هو يعني انه المريض لا يتم يعني تدخل عنيف في جسمه في الفيزيولوجي تاعت الجسم. جراحة المنظار قللت هذا التدخل، وصار المريض يتعافى بشكل اسرع، فما في داعي لإقامة طويلة في المستشفى. وانه المريض يعني بعملية استئصال القولون كانت زمان هي عمليات كبرى جدا، هلا احنا يعني خلال ممكن ساعة الى ساعتين نستأصل نصف القولون الأيمن، والمريض ممكن يطلع من المستشفى بعد 2 إلى 3 أيام. نعم، بس نحكي شوي عن اتباع مرضى القولون لحمية غذائية خاصة فيهم، كيف هاي الحمية بتساعدهم يخففوا أعراض القولون؟ هلأ احنا في عندنا مرض العصر أنا بسميه هو مرض القولون العصبي. ما حدا بيعرف إنه أنا مثلا جراح قولون إلا على طول بيقول لي والله يا يعني دائما لما يحكي لي ايش تخصصك عارف واتس كامينج نيكست، انه راح يقول لي انا القولون عندي متعبني. القولون العصبي هو مرض يعني فعليا يصيب الكثير من الناس، وفي ناس طبعا بتشخص نفسها من غير ما تشوف اي طبيب او تعمل اي تنظير. هو مرض يعني يسبب الام بالقولون وانتفاخات وعدم انتظام في الاخراج، وهذا كله سببه طبيعه الحياه وطبيعه الغذاء. أنا برأيي أنه الناس لما بتروح للفاست فود والأكل من المطاعم، هذا كله يزيد من أمراض القولون، لأنه القولون لازم يكون في أخذ لنسبة معينة من الألياف في كل يوم، وللأسف كل الأكلات السريعة غير غنية بالألياف وفيها منكهات وحوافظ بتزيد من نسبة التهاب القولون أو اضطرابات حركة القولون. القولون العصبي هو بشكل بسيط هو عملية
هي اضطراب في حركة القولون الطبيعية، وهي الحركة الدودية التي تؤدي إلى ذهاب الإنسان لدورة المياه بشكل منتظم. للأسف لما الحركة هاي تختل بصير أعراض انتفاخ، ألام في البطن، وعدم انتظام في الإخراج، كلها هاي أسباب للقولون العصبي. فالتقليل من الضغط النفسي أو الاسترس، التقليل من التدخين، التقليل من الكافيين اللي هو موجود بالقهوة والشاي، واتباع حمية غذائية غنية بالألياف مع شرب كفاية من السوائل، مع الرياضة المنتظمة في كل يوم ولو المشي لمدة نصف ساعة بس يوميا في وقت محدد، هاي كفيلة بأنها يعني تعالج أعراض القولون العصبي عند معظم الناس. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقوله؟ يعني هاي أحد أمنياتي طبعاً إن ألتقي بصاحب الجلالة. أول شيء بحب أشكر يعني القيادة الهاشمية الفذة، يعني اللي تعودنا خلال سنين من ولدنا في الأردن على الدعم في كل القطاعات، وخصوصاً الدعم للقطاع الطبي. فبشكر جلالة الملك يعني عبد الله على دعمه للقطاع الطبي. هو يعني زار مستشفى العبدلي وكنا فخورين بزيارته، وإحنا هون في مستشفى العبدلي يعني كل مهمتنا إنه نعطي صورة عن القطاع الطبي الحديث في الأردن، واللي بنأمل إنه كل المستشفيات في الأردن تكون تقدم يعني رعاية طبية متميزة لأبناء البلد وأبناء السياحة العلاجية. وإذا بنتمنى إنه بس إنه يستمر هذا الدعم عشان إنه السياحة العلاجية ترجع تنتعش في الأردن، ونشوف إيش إذا في أي عقبات إنه نتجاوزها، إنه يرجع الأردن إن شاء الله يكون هو رقم واحد في السياحة العلاجية في المنطقة. نعم، بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع اللي وصلت لهاي المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ والله يعني طبعا كطبيب استشاري في الجراحة، أول شكر بشكره لعائلتي، لزوجتي وأبنائي اللي كانوا معي خلال سنوات التخصص، ومرينا يعني بفترات كانت صعبة، انتقلنا من مدن إلى مدن كثيرة، وانتقلنا من بلد إلى بلد، وهذا كله ما كان يعني سهل على عائلة وأطفال، فبشكرهم يعني شكرا جزيلا على صبرهم، وعلى عائلتي بشكل عام، وعلى يعني الأساتذة اللي درسونا في الجامعات والأطباء الجراحة اللي تعلمنا معهم، اللي بنذكرهم دائما لما نجري عمليات جراحية، بذكر دائما مين أول طبيب علمني هاي العملية وأشرف علي، فبشكرهم جزيل الشكر. وطبعا بشكر إدارة مستشفى العبدلي على يعني إيجاد مثل هذا الصرح الطبي اللي كان مغري وأتراكتف لكل الأطباء الأردنيين اللي تخصصوا في يعني دول غربية إنهم يرجعوا لهذا المنظومة الطبية. يعني إحنا دائما يعني الطبيب الأردني أو أي طبيب لما بيطلع على منظومة صحية يعني والإستابلشت وفيها ستركتشر واضح، بصير يجد صعوبة إنه يرجع للمنظومة الطبية في بلد، وهذا سبب يعني عزوف الكثير من الأطباء على الرجوع. فيعني بشكر المستثمرين في مستشفى العبدلي والأفكار اللي عملوها في هذا المستشفى اللي خلت الأطباء الأردنيين يعني مش بس يفكروا، يكونوا يعني كثير حابين انهم يرجعوا للأردن، لانهم في مكان في بلاتفورم انهم يعني تو براكتس نفس الطريقة اللي كانوا فيها في بريطانيا او امريكا. فشكرا جزيلا لكل الأشخاص اللي يعني كانوا وراء يعني نجاح هذا الصرح الطبي اللي لكل أردني الحق إنه يفتخر فيه. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقع العيادة وطرق التواصل معك؟ احنا انا شخصيا دكتور طارق ناصر، انا موجود في مستشفى العبدلي، عيادتي في مبنى العيادات الخارجيه في المستشفى، وفي يعني لنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام والفيسبوك لي صفحه مشرفين عليها ناس مهنيين بتواصلوا مع المرضى، ويمكن الحجز عن طريق موقع المستشفى او عن طريق المواقع التواصل الاخرى، وارقام الهواتف موجوده على الفيسبوك وعلى الانستغرام. شكرا لك. اهلا وسهلا. وفي نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين، نود ان نشكر الدكتور طارق ناصر على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت حسنا.